الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أعضاء المكتب الجهوي لجهة فاسم كناس للجامعة المغربية للمقاولة الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، نشكر السيد سعيد عمر السفير لجزر مرسل بالعيون. نحن جد سعداء تواجد ديالنا في مقر ديال القنصلية ديال العيون، هذا شرف لنا. احنا بصفتنا كرئيس مكتب الجهوي لجهة فاسم كناس، المكتب الجهوي منظم قافلة المواطنة لمعبر القرقرات، وذلك لتعبيره عن تضامنه ومساندته مع جيش القوات المسلحة الملكية. اليوم احنا بمدينة العيون، عيون المغاربة، عيون الصحراء المغربية، نتواجد في هذا المقر، هذا شرف للقافلة الوطنية. نشكركم بصفتكم السفير على هذه القنصلية، وكذلك نشكر السيد والي ولاية عمالة الساقية الحمراء، والسيد باشا مدينة العيون، والسيد رئيس جمعية الأيادي المتضامنة السيد عبد ربو بادي على استقبالهم الحار الذي حظيت به القافلة الوطنية التي عبرت من مدينة مكناس إلى معبر القرقرات للتعبير عن الوطنية الحق التي يتمتعون بها هؤلاء المشاركين وكافة المواطنين الذين لهم غيرة على البلد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية في الخطاب الأخير لذكرى المسيرة الخضراء الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على تشبث المغرب بجميع أراضيه وخاصة الأراضي الصحراوية، وعدم قبول الدولة المغربية بأي استفزازات أو مناورات من قبل عصابات البوليزاريو أو المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية. فاليوم فرحتان، الفرحة الأولى وهي الاعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمغربية الصحراء، وهذا لا شك فيه، لأننا وهذا ما يدل على ذلك أن مجمل دول العالم العربية والإفريقية التي فتحت عدة قنصليات ما بين مدينتي الداخلة والعيون، هذا دليل على أن الصحراء كانت ولا زالت مغربية، وهذا كل ذلك هو كان بنضال بتلاحم مع الملك والشعب، ملكين كرام ناضل من قبل هذا البلد ومن أجل وحدته الترابية. الملكين الراحلين، الملك محمد الخامس طيب الله تراه بطل التحرير، وكذا الملك الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء، وها نحن اليوم. فالمسيرة لا زالت مستمرة، ما زال الملك محمد السادس نصره الله وأيده يتمم هذه المسيرة بتنميته للأقاليم الجنوبية بمشاريع ضخمة التي تعرفها هذه المناطق، فهذا نفتخر به نحن كمغاربة جمعاء، وباسمي وباسم أعضاء المكتب الجهوي وساكنة مكناس كفاعلين جمعويين وكإعلاميين وكحقوقيين، نفتخر بهذا الحدث البارز سواء بمعبر القرقرات أو بالحدث اللي بالاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية. فالشكر مرة أخرى جزيل للسيد سعيد عمر وجميع الإخوان المرافقين لرفقنا القنصلية باش نكونوا عندنا واحد الاتصال بينه وبين السيد السفير، وهذا شرف لنا وشرف لقافلة المواطنة بمدينة مكناس، وشكرا لكم.